السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة أعجبني، النهاردة أحب أقول لكم إن القناة اسمها اتغير من قناة أعجبني إلى قناة علي تك، ونوعدكم إن شاء الله بتطوير محتوى القناة وتجهيز استوديو مخصص لتصوير فيديوهات القناة اللي هظهر فيها إن شاء الله بنفسي. وأوعدكم إن شاء الله إنكم إذا دعمتونا باللايك والشير والسبسكرايب إن إحنا نرفع القناة، وأتمنى أشوف في التعليقات طلباتكم من القناة ومن تطوير القناة ومن عمل ريفيوهات وشروحات للحاجة اللي أنتم حابينها. في نهاية المقدمة الصغيرة دي أتمنى إن أنتم تكونوا بخير وبأتم صحة وعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي النجار من قناة علي تك. في بداية فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة شروحات تسطيب أوبنتو على القناة. هنستخدم آخر نسخة من أوبنتو ديسكتوب نسخة 17. الأول هنيجي نقول إزاي هتعمل داونلود لنسخة أوبنتو. هنخش على موقع أوبنتو، ده عنوان الموقع. نسخة أوبنتو الأخيرة 17، هنتك على ديسكتوب 17.10. نسخة 17.10 سهلة جدا وممتازة جدا لأي حد، حتى لو كان مبتدئ إن هو يشتغل عليها. تمام، نختار من هنا جيت أوبنتو 17.10. دي هنا نسخة 16 داونلود. هننزل هنا نلاقي 17 و10 و1، هنختار داونلود. ممكن نعمل لها داونلود بالتورنت. هنقوم جايين هنا في الصفحة دي، هنقوم عاملين كده. لحد ما يبقى كله صفر، وبعد كده نقول له not now take me to the download. هيبدأ الداونلود دلوقتي، لو ما بدأش هتك على داونلود ناو. هعمل داونلود كده. تمام، هرجع لكم تاني ان شاء الله لما الداونلود يكمل عشان نكمل شرح معانا. تمام، وفي نهاية الفيديو المقدمة والداونلود اتمنى انكم تتابعوا السلسلة كلها وانتظروها، هتترفع بالترتيب ورا بعض ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو ده بتمنى ليكم مشاهدة ممتعة للسلسلة دي وإنها تفيدكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.